طبعا نستكمل اخبارنا، ويمكن طبعا بقيه المنتخبات المشاركه في بطوله عاصمه مصر. يمكن كمان اختتم منتخب نيوزيلندا استعداداته لمواجهه نظيره المصري المقرر لها طبعا غدا، وانتهى المنتخب نيوزيلندا من المران في ظهر اليوم بمشاركه كل لاعبي القائمه، وكمان في ظل الاهتمام العالمي للبطوله بعد ان اعتمد الاتحاد الدولي لكره القدم بطوله عاصمه مصر لتكون ضمن سلسله الفيفا في الأجندة الدولية خلال فترة من 18 حتى يوم 26 مارس الجاري. ويمكن كمان حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب إجراء حوار مع كابتن أحمد حجازي طبعا مدافع المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي طبعا تبدأ غدا. يمكن طبعا البداية والانطلاق بالنسبة للبطولة هتبقى غدا إن شاء الله، وتستمر حتى يوم 26 من شهر مارس الجاري، وسيجري الفيفا حوارا مع حجازي طبعا كونه قائد وكابتن طبعا المنتخب الوطني في تلك البطولة والأكثر مشاركة في البطولات الودية. أنا بس عايز أتوقف فينا لحظة طبعا كابتن، إن اختيار أو وضع هذه الدورة ضمن الأجندة بتاعة المباريات الودية التي يعتمدها الفيفا، ده معنى كده أنها بإذن الله هتتثبت ولا إيه يا إبراهيم؟ لا، هي مبدئيا الأجندة الدولية الحالية بتاعة مارس كل المنتخبات في كل الدول بتلعب ماتشات. الفيفا عمل حاجه جديده اسمها سلسله الفيفا، وهي انه الفيفا سيريس اي بطوله تتلعب فيها اكتر من قارتين، يعني منتخبات من قارتين، بيعتبرها جزء من سلسله الفيفا او الدورات الوديه اللي بتقام خلال الاجندات بتاعته. اعتمد بطوله في الجزائر واعتمد بطوله في السعوديه، ولما بعتنا له مواصفات البطوله المصريه اعتمدها. دي بتدي ثقل خاص وبتدعم برضه فكرة أهمية البطولة دي. بالظبط، تأكيد.